ما يعطيكم العافية مرة ثانية. آه، راح أتكلم عن البرودكت أو الأجهزة اللي سوتها تيبلك أو اللي راح تصنعها. هي للحين سون ما سوتها. فالأجهزة اللي راح تسويها عندك الديكو مسوينه بروح. أوكي. وعندك الواي فاي راوترز هم بعد بروح. أوكي. واي فاي راوترز في عندي هم بعد راوتر حق الجيم بروح. وراوترات الباجية هم بروح. بالإضافة إن راح يكون في راوتر للشركات وراوتر للمستخدم اوكي راح اتكلم عنهم بالتفصيل طبعا احنا مسويين اكسس بوينت مع ما ادري ايش اكس بوينت المفروض يكون مغرض ما دام في عندك مش بس يعني حق الناس اللي حق سوري حق اللي عندهم اومدا او يحبون يحطون على السقف الاجهزه تعتبر من افشل الاجهزه اللي بالعالم اللي هم السقف بس في ناس يحبونها اوكي اللي اللي حبو... يحبون يحبون ديكور اكثر من يحبون شيء يكون عملي اوكي خلينا نتكلم عن الراوترات طبعا احنا راح نحب الجيم خلينا نتكلم عن راوتر الجيم اليوم ونشوف الباجي فيديوهات ثانية هذا راوتر الجيم اللي هم قالوا راح يتكلمون عنه طبعا وايد صار شبيه الايسوس من ناحية شنو انه صار في ار جي بي والوان والحركات هذي زين بس الشيء القوي اللي فيها شوف اذا موجود هني لا مو حاطين هني بنحاول نشوفه وين حاطين اوكي هني مبين معاي خلينا نشوفها وين اوفر فيو اوكي نحطه تحت ايوه هذا الراوتر هني إيه. إيه. هذي المواصفات اللي احنا بيها الترو 10 جيجا بت او جيجا بايت نقل بيانات راح يكون عندي في بورت او دول 10 جيجا بايت تخيل ان في بورت 10 جيجا يعني يا جماعه هذا شيء بعد بتكلم عنه من شيء المحزن العالم قاعد يروح للعشرة جيج انترنت واحنا بالكويت قاعد يقولون 2024 واربعة راح نعطيكم 400 وهذا شيء وايد مؤسف العالم قاعد يروح للعشرة جيج واحنا للحين قاعد نتكلم على 400 ويقول لك احتمال للفين 2030 نحصل ون جيج يعني العالم راح يوصل للعشرة جيج واحنا تونا نحلم بالكم اللي هو بالون جيج يعني شيء وايد محزن شيء وايد آه يعني مؤسف وان شاء الله ان شاء الله يكون في قرارات سريعه بحيث انه نشوف 10 جيج مع آه وجود الواي فاي 7 انا مو شرط اني اتطور خطوه بخطوه ما دام الناس بخطوات الغي كل الخطوات اصعد اسنصير واروح حق الثاني قادر اصعد اسنصير اصعد اسنصير واصعد ان شاء الله اصعد اسنصير على العموم ان شاء الله يكون شغال بعد ما يخترب المهم فيكون يكون في عندي 200 جيجا بايت وفي دول يعني حب يعني في عندي اه اثنين ممكن ادمج انا شركتين 10 بتن ب 10 يصير عندي 20 اوكي خلينا نشوف اذا نلف على صوب لا ما في ننزل تحت خلينا نتكلم عن سبيسيفيك مواصفاته من المواصفات راح نتكلم عن مواصفات الواي فاي نفس ما تكلمنا عنه اللي راح يكون في عندي ال 6 جيجا هرتز راح يكون عندي 5 وراح يكون عندي اللي هو 2.5 4 طبعا 5 جيجا هرتز راح يكون فيه اثنين اوكي راح اشتغل على الراوتر مود والاكسس بوينت مود ممكن نسوي اكس بوينت بس الاكس بوينت راح يشيل اكثر مزايا ادفانس اه, فيتشرز راح يكون اللي هو عندك المالتي لينك اوبريشن اه, راح يكون اكثر من لينك عندك الشانل 320 4K كام مالتي ار يو اس ما ادري شنو هو مالتي ار يو اس ايزي مش يعني ممكن يصير مش يعني حاله حال ايسوس حال اوكي في اي او اي او تي نتورك الحين اكثر الأجهزة قاعد تركز على الشغله هذه ان اجهزه الكاميرات هذه تشبك بروح بنتورك بروح ما لهم شغل باي شيء ثاني فس نتورك بروح اوكي هذه شغلات وايد لاحظناها يعني زين خلينا نشيل السبيسفيك خلينا نشيل سؤال فادي وين رحنا وين رحنا توي خليكم معاي اوكي رجعنا مره ثانيه ندش على الهاردوير خلينا نشوف الهاردوير الهاردوير او شنو الشغلات اللي موجوده فيه في عندي اللي هو 1 جيجا بايت اس اف اس اف بي راح يكون موجود اللي هو ار جي 45 في عندي واحد ثاني اللي هو اللان 10 جيجا مو 1 ما في 2 1 في و... بس ال1 واحد اللان واحدة ممكن احطها حق الجيم وهذا حق اللي هو الانترنت و... وراح يكون عندي اثنين 2 2.5 جيج و4 1 جيج فيعني في شيء مو طبيعي طبعا اليو اس بي راح يكون اللي هو 3 بوينت واللي عندي اللي هو 2.0 قاعد يسوي كل حق الايفون وال والابل المهم فهذه الشغلات اللي موجوده شغلات اللي تهمنا السكيورتي طبعا راح يكون حمايه في غاوي هوم شيلد سكيورتي اوكي بروتكشن عندك عندك الجست نتورك راح يكون شغال على هذيلي بعد قلنا لكم الجست نتورك يعتبر حمايه حقك زين عندك الفي بي ان راح يشتغل على البروتوكولات الموجوده في بي ان كلاينت راح يكون موجودها بعد على نفس الـ بروتوكولات موجودة السوفت وير طبعا راح يكون اللي هو آه نفس السوفت راح يكون تترنج نفس الشيء اوكي آه راح يكون بالسوفت وير الشات اللي, اللي هو آه كاستم بروفايل عندك بروفيشنال كونتنت فايبر لايبرري يعني ممكن خلي حق فايبر اللي هو فاميلي تايم يعني تقدر تسوي اللي هو اوف تايم تقدر تفصل شغلة فاميلي اونلاين تايم رانك اقدر أشيك عليهم بعد زين ألوان اقدر اقول دايناميك ستاتيك بي او اي والبي تو بي وعندك ال2 تي بي هذا بعد الانواع اللي الموجود كلاود سيرفر في عندي اللي هو اوتو فريم وير ابجريد عندي تي بي لينك اي دي وعندك دي دي ان اس حاجة اللي بدي دي, دي ان اس حق الكاميرات طبعا راح يكون في عندك ال اه نات فوروردنج بورت فوروردنج بورت تريجرينج دي ام زي وال يو بي ان بي موجود الاي بي تي في طبعا آي بي تي في يا جماعه مو التلفزيون اي بي تي في بروتوكولات اسمها اي بي تي في مو تلفزيون دائما تضيعون بينهم وايد ناس يقول لي انا عندي جهاز في اي بي تي في قلت ما شغل هذا ما له ما التلفزيون دي اتش بي هذي بعد موجوده بروتوكولات ال دي دي ان اس قلناهم اللي هو بالكلاود راح يكون موجود دايناميك واللي هو نو اي بي اوكي والمانجمنت عندك اللي هو الابل اللي هو الابلكيشن راح يكون اللي هو الويب الو تثر وراح يكون اللي هو الويب بيج عن طريقه تقدر تسوي هذا هذا اللي هو جهاز الجيم اوكي راح اتكلم ان شاء الله عن الاجهزه الباجيه فيديو ثاني